أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. ويوم نسير الجبال ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم ألن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب
يا ويلتنا ويقولون يا ويلتنا ما في هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة ولا يظلم ربك أحدا. فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر ويقولون يا ويلتنا صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا ولا يظلم ربك أحدا إلا إبليس وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء للظالمين بدلا بئس
ليس للظالمين بدلا. أفتتخذونه وذريته بئس للظالمين بدلا. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. صدق الله العظيم. اخوات الايمان والاسلام، فقد عشنا في هذه الساحة الطاهرة وكنا خاشعين لله تعالى ومنصتين لآيات ربي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ عنتر الهنداوي قارئ الدول العربية وإذاعة وتلفزيون جمهورية مصر العربية والمقيم بمدينة دمنهور. أما على أحدث وأقوى مكبرات الصوت الحديثة هو الإنارة الكهربائية والفراش الشعبية والمعرض الفني. اطلبوا محلاتكم الكبرى، محلات ومخازن المتوكلين على الله. الباش مهندس حمادة عبد الخالق زغلول المقيم بمدينة إيتاي البارود، وكل من تقدم بالعزاء كان سعيه مشكورا والبقاء لله وحده.